طيب طيب يا شباب، نواصل لعبنا. دكتور، بالنسبة أول حاجة لازم أول حاجة نرجع لكل تفصيل إحنا كله عملناه، اللي هو من البداية نشغل الإكزام، نعمل لكم ريفرش، اللاب زي ريفرش على كل اللابات القديمة للإكزام، نشغله. نعمل ستارت في الأباتش والأسفير، تمام، دندن. كي نفتح هنا، قلنا بنسيب شغلنا وين؟ الملف بتاعنا الإكزام، الإكزام في الأدهب. هنا هنعمل ملف جديد أو فولدر جديد نسميه PHP Lab، نسجل فيه. هنا عايزين نعمل نيو لكن للنوت باد، فنعمل ستارت، نكتب النوت باد بلس بلس، نوت باد بلس بلس، ونعمل فايل نيو ملف جديد مثل ده، نعمل له سيف از. نسيفه وين يا شباب؟ هنسيفه في الديسك توب او في السي، هنجي في السي. ده مراجعة لكل اللابات الفاتت. السي معلش في الاكزام، في الاكزام في هنا، هنا البي اتش بي فايل او لاب، هنا نسيفه للاب 4. ولازم نركز يا شباب انه هي انا بختار الصيغه بتاعتي بي اتش بي. نعمل سيف. نرجع للمنصه حقتنا، ده الملف حقنا، نجي نخش الموقع عشان نتابع اللاب. زي ما تحدثنا يا شباب، تطرقنا هنا في اللابات اللي فاتت، تطرقنا لشنو؟ تطرقنا لأول حاجة البي اتش بي هي شنو؟ والسينداكس والفاريبلز والداتا تايب، وتطرقنا للجلوبال كي ويرث لو أنا عندي متغير أنا عايزة أستخدمه، لو عندي برضو تطرقنا برضو للإف كونديشنز والسترينج فانكشن. فهنجي نتابع في اللوب، هناخد لاب اللوب. طيب لحظة، نرجع اللاب حقنا. قلنا اللاب ده ان شاء الله هنتحدث عن شنو، اللي هي اللوبس في البي اتش بي. هو اللوب في البي اتش بي زي ما عرفنا او هنتطرق ليها، انه البي اتش بي لوب هما اربع انواع، حلقة الوايل والدوال والفور والفور اتش. ان شاء الله شكلنا نقسمه على لابين او نتابع على حسب. تركي عندنا الوايل، اول حلقات عموما يا شباب نشرح لك ثلاث حلقات، يعني انا عايز اكرر جزء من الكود في اكثر من مره، يعني انا عندي حاجه عايز اطبعها كثير 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 بدل اكتب اسطر. عندي ظهرت ثلاث حلقات التكراريه دي، والحلقات التكراريه دي اللي هي انها على حسب النوع اللي انا مستخدمه، زي ما تطرقنا هنا عندنا حلقه الوايل وحلقه الدوايل وحلقه الفور والفور اتش، هنعرف كل واحدة يتم استخدامها كيف والصيغه بتاعتها كيف. نجي البي اتش بي وايل لوب اللي هي اول حلقه، قال انه بيتم تنفيذ الحلقه دي طالما الشرط بتاعي اذا كان صحيح، يعني الحلقه دي بتشتغل اذا انا عندي جزء من الكود طالما هو صحيح يتم يعني بيكون شغال، اللي هي السينتاكس بتاع بكتب وايل الكونديشنز بتاعي اذا كان ترو بعمل له كود اكسكيوت. نجرب المثال، وزي ما قلنا بشيل كوبي الملف بتاعي مسيفاه، اعمل سيف دلاب 4، اعمل سيف. قلنا بنجي هنا بنعمل شنو يا شباب؟ بكتب لوكال local 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 host سلاش الملف بتاعي اسمه PHP lab سلاش اللاب اللي انا عايز انفذه اللي هو lab4.php، تمام. ركزوا، ظهر ليش نو التنفيذ بتاعي اللي هي الكونديشنز بتاعي، لو جينا حطينا التنفيذ جنب الكود. ركزوا يا شباب، قال لك
طالما بي اتش بي اعلن عن متغير اسمه اكس، لا وايل كان اكس لا، اقل من او بيساوي 5 اطبع لي، وكل مره ازيد يعني واحد اقل من بيساوي 5، ايوه واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه، وهكذا يتم التنفيذ. دي حلقه الوايل. الدو وايل بتنفذ اتليس مره واحده، حلقه الدو وايل بتنفذ اتليس مره واحده. ده هنا بيعمل اكسبلان لو زون ما فهمه، او يعني ديتيلز اكثر، وراك بيبدا كيف والانكريزمنت، او زي ما عرفنا في الكود مكتوبه دي كل مره يزيد، يعني طبعا لي واحد اثنين ثلاثه اربعه، لو ما كان زده كان حيتبع لي الحقل ده يعني 5 مرات. ركزوا معي، طيب نجرب البرمجه دي لعب. لو انا وقفت ده ما يحصل لي زياده، بس اتبع لي ده حتدخلني في انفينيتي فلوب بالمناسبة، لأنه دي حتشتغل حتكون أقل منها، حتتبع لي واحد 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 واحد. خلينا نجرب. بس ما يقولكم يجوا معلق لنا الجهاز هيعلق غالبا. المهم فكرة إنه أنا اللي بتحكم في الكونديشن، أنا عايز أتنفس فيه. النوع الثاني من الحلقات هو حلقة الدو وايل لوب، اللي هي الحلقة دي بتعمل شنو؟ لوب will always executed the block of code once، يعني اول جزء لازم يتنفذ، يعني it will then check the conditions. مثلا تتحقق لي من ده، لاحظ بقول له do نفذ، ينفذ لي حتى يجي يتحقق لي من الشرط. اذا كان الشرط ده صحيح بيرجع تاني ينفذ ده، اذا ما كان صحيح فما حينفذه. فنشوف لها مثال اللي هو نفس المثال ده، نشيل الكوبي نيجي هنا Control A Control B Control S عشان نسيف الشغل بتاعنا. نجي هنا زي النفس، وطبعا المخرج واحد، المخرج واحد في الحلقتين الاثنين، يعني في الاثنين انا كنت عايز انفس، في الاثنين انا عايز انفس الحقل بتاعي او الدواز حقتي. اللي هو قال طيب احنا نحاول نغير، نخليه 10، شوف 10 ل 15 نجرب. I don't know، احنا الناس بنجرب عشان نشوف الخطا ده. عملت سيف، سيفت شغلي، نعم سيفته، نعم الريكويرمنت. لاحظوا 10 11 12 13 14 15، يعني نفذ لي الكونديشن بتاعي. عندنا الحلقة الثالثة اللي هي حلقة الفور أو البي اتش بي فور لوب. فور لوب دي بتعمل شنو؟ دي أنا بكون هناك، لو لاحظت أنا ما بكون هناك طالما الشرط صحيح بنفس الكونديشن، هنا أنا بكون عارفة عدد المرات تحت التكرار اللي أنا عايز أكرر بها. يعني أنا بكون لاحظ الصيغة بتاعتها والبراميتر اللي بمررها للقيمة بتاعت الفور اللي هي الانيشال value والtest condition أو الترو بتاعي. نشوف example لها الفور، أنا بكون عارفة عدد المرات اللي أنا عايز أكرر بها، اللي هي initial counter والtest counter والcounter بتاعي. نيجي نشوف المثال، نشيل copy هنا نسيف، نيجي هنا نركز طبعا من 1 لحد 10، ولاحظ الصيغة تحت الكود كيف. قلت له من الاكس بساوي 0 لحد الاكس اقل من او بساوي 10 اطبع لي، وكل مرة ازيد، يعني حتبع 1 يزيد 2 و 0 1 2 3 4 5 6 7، يعني انا اوريدي بكون عارفة انا كم مرة حكرر الكود. يعني لو بكيت 5 وسيفتها جيت هنا عملت ريفرش حيطبع لي لحد 5، وعليكم انا بكون بحدد انا عايز الكود ده يتكرر كم مرة. بالنسبة لاخر نوع من انواع الفور اللي هي حلقة الفور إيتش، والفور إيتش يا شباب بيتم استخدامها وين؟ only on array، فقط في المصفوفات، والصيغة بتاعتها فور إيتش اللي هي المصفوفة حقتي as الفاليو اللي أنا عايزة أعمل لها تكرار، بيعمل لي كود الإكسكيوتن، الإكسكيوت للكود اللي أنا عايزة أنفذه. قال لك انه هنا ده شرح لك المفهوم بتاع انه هي بتعمل ريبيتيشنز للفاليو الكرنت اري بتاعتنا. لاحظ المصفوفه هنا ده في مثالنا ده، المصفوفه تحت الالوان دي فيها 4 الوان، فهتطبع لي 4 الوان حقتي كل لون على حده،
اللي هو نجي نشيل المثال، نعمل كوبي ونجرب المثال هنا كنترول بي، نسيف الشغل، نجي هنا نعمل ريفرش. لاحظ طبعا عليه الالوان الموجودة. اذا انا هنا مسحت اليادو او البلو ده من المسحوطة، عملت سيف، جيت هنا عملت ريفرش، لاحظ وقت عيد مثالية. فالفكرة من الفور ايتش انه يمكن استخدامها في الاري وبنفذية، وبكده بكون اتطرقنا في اللاب 4 ان شاء الله على انواع اللي في البي اتش بي، اللي هم الوايل والدي وايل والفور والفور اتش على حدة، والصيغة بتاعت كل واحدة، وشفنا التنفيذ بتاعه، وراجعنا من البداية انا كيف بسيف وبحفظ شغلي. وشكرا، بتلاقي في اللعبة الجاية ان شاء الله.